السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا مشكلة في كارت مال هذه H61 جيجا بايت S2P R3. هذه الكارت مال عندها مشكلة تاع USB، لي بور USB هذا ما يمشوش، سواء USB 3 ولا USB 2. دونك اول حاجه راح نشوفوا الداتا شيت نتاع لاكارت مال هذه ونرجع ان شاء الله. بعد ما هبطنا الداتا شيت نتاع كارت مال H61M موديل واحد اخر، على كل حال وانما يشتركوا في انه اقرب نقطة اتصال باللي كونيكتور تاع USB هما فيوز، كما راه نشوفوا هنايا تدخلها منا 5 فولت، وفيوز نورمالمون نلقاو على الجهتين من كلا الجانبين نلقاو 5 فولت. راح نشوفوا في لاكارت مير واش نلقاو. كما راه نشوفوا هنا لي دو فيوز، هاد 92 في الفيوز الثاني نلقاو 3.67. غنحاولو نبدلوهم نشوفو النتيجة ان شاء الله. اذا قلنا بعد ما درنا بريدج في بلاصت في مكان لي فيوز، راح نشوفو بلي لي بور USB ولا رجعو يخدمو نورمال. على كل حال سلكنالو حنايا لي بور USB 2، دوكا نزيدو نشوفو نكملو مع لي بور USB 3 كيما قلنا قبيله، لأنو قيمة 5 فولت كانت مفقودة قبل تغيير الفيوز. الآن 5 رجعت 5 فولت في كلتا مكونات تاع الفيوز. اذا ملخص هذا الكليون اذا جانا قالنا ما عنديش لي بور USB ما يمشوليش. رحنا شفنا لي فيوز اللي جايين بجانب لي بور تاع USB تاعو، اذا لقينا واحده فيها 4.90 أو 89 وواحدة فيها 3.69. البور USB إذا يحتاج 5.0 فولت بالتمام. نزعنا الفيوز في زوج واستبدلناهم ببريدج 5 فولت، إذا رجعت والكلافي رجعت تخدم. اذا كيبورد، شكرا على المتابعة والسلام عليكم.